يلا تعالى متين. الوضع الاقتصادي الصعب والعالم متكالب كله على قطاع غزة من أبناء جلدتنا وغير أبناء جلدتنا، ونحمد الله على من سواه حمدا كثيرا. وإحنا ناس مؤمنين بقدر الله، ولكن لماذا كل هذا على شعب غزة؟ سؤال صريح إلى أبناء جلدتنا وإلى أعظم دولة عربية ودولة إسلامية. لماذا أيها الساسة، لا أيها الشعوب، هذا التكالب على قطاع غزة؟ وبالمناسبة أوجه إلى ساستنا في الضفة والقطاع، ارحموا شعب غزة. آمين يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الله صاير. شباب بتشيل روحها على كفة في سبيل لقمة عيش. خريجين جالسين بلا عمل بالآلاف. بناتنا وأخواتنا وصلوا سن اليأس من عمل من العامل الاقتصادي. ثلاثة الليلة.